اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا في امريكا سبور. موعدكم اليومي نرجع فيه لاخر المستجدات والاخبار الرياضيه، واليوم تركيزنا مع ملف التحكيم في تونس. ما الذي حدث اليوم بين المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم في تونس ناجي جويني ورموز المنظومه القديمه والمسيرين القدامى لقطاع التحكيم في تونس؟ شنو اللي صار بيناتهم بالضبط؟ شكون الاسماء اللي اختارها جويني باش تعمل معاه على المشروع الجديد للتحكيم التونسي؟ شنو الصعوبات اللي ممكن يعترض هذا المشروع؟ شنو الحلول او المشاكل العاجله اللي لازم معالجتها قبل وضع اي مخطط او استراتيجيه؟ نتحدث في هذين بعد شويه مع عادل زامور خبير التحكيم. نتحدث زاد على الكوره في الكان ومنتخب جنوب افريقيا. نسالوا اليوم هل انه ياسس لموديل لنموذج جديد في المنتخبات الافريقيه، لانه تقريبا على امتداد المسابقه اغلب المنتخبات المتالقه هي اللي عندها في صفوفها لاعبين ينشطوا في اكبر الانديه. اليوم جنوب افريقيا منتخب محلي في غالبيته العظمى الساحقة ينشطوا في داخل القارة الأفريقية، لكن يتقدم اليوم ويقدم كرة قدم مهمة ياسر ونتائج كبيرة. وخاصة السؤال المهم، هل يمكن نقل تجربة جنوب أفريقيا إلى تونس؟ إذا كان إي علاش، وإذا كان لا علاش؟ بكل تأكيد ذكروا أكثر. نتحدثوا فيه اليوم مع الناقد الرياضي والصحفي القدير طارق الغديري. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا بك حيدر، تحياتي لك سهيل وكل مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. سهيل البرافيا الشهير محبوب الجماهير، اهلا وسهلا. مرحبا حيدر، نرحب بالكيب الكل ومستمعينا الكل. مرحبا بزياد في الاخراج، نسيم اليوم معنا في الاخراج الرقمي. طه يكور اليوم قلتوا لي عنده تكويره، يرتاح طه شويه، من حقه باش يرتاح شويه، دونك نسلموا عليه. بعد شويه يكون معنا عادل زامول. نفتح ملف التحكيم ناجي جويني، شنو الصعوبات اللي تنتظروا مع الاسماء اللي اختارها العمل معاه، لكن خاصه شو ملامح البرنامج الجديد؟ تفاصيل بعد لحظات. ريكاب سبور، حيدر الشرني. ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. نجي جويني، نتفقوا جميعا طارق سهيل، نحب رايكم في هذا تعليق صغير قبل ما نمشيو لعند زامون. نتفقوا انه معناها تقريبا هو الاسم الاهم إذا كان استثنينا بطبيعة الكبير القامة علي بن ناصر، اللي هو حكم اسم كبير في تاريخ التحكيم في العالم مش في تونس فقط. نجي جويني اسم كبير، قامة مشهود له بالكفاءة، مشهود له بنظافة اليد، اختيار موفق جدا من المشرفين حاليا جامعة تونسية لكرة القدم انه هو اللي يحمل لواء المشروع الجديد للتحكيم. اذا كان راي اخر بكل تاكيد انا ممكن هذا راي انا. لا ما نجم الا نوافقك، اولا لمعطيات معناتها تاريخيه ووضعيه واضحه، وثانيا معناتها حتى المعرفتي البسيطه بالسيد سينجي جويني كفاءة. أول حاجة كي كان حكم معناتها كان من الحكام التونسة اللي شفناهم في كأس العالم، شفناهم في معناتها يدير المباريات الكبيرة في البطولة التونسية، معناتها كان عليه معناتها تقريبا إجماع معناتها على أنه حكم نزيه وحكم الحقيقة معناتها قاضي في الميدان. ومن بعد في المسألة التسييرية كان حكم مكون عنده تجربة كبيرة برشا في الفيفا في الكاف، وطبعا تجربته الأطول كانت 20 سنة في الاتحاد القطري كرة قدم. نعرف الكرة القطرية الآن شنو موقعها في آسيا وممكن حتى في العالمين، وزاد حكامها معناتها فهم برشا حكام العشرين سنة هذوما خرجونا معناتها جملة من الحكام متميزين الحقيقة. بالضبط، رأيك في هذا تعيين هذا الاختيار سؤال؟ والله رحبت به. وانت اللي شهدت معناها عشرات بل مئات الحكام في كاريرك، معناها شو نجم نقوله على التعيين ذي؟ والله بون تجم كانت تفرح خاطري لي طون معناتها وقيت متى شانجمون حاجة وراها برشا حس، فما برشا حكاية تحكي ومازالوا يتحكيوا وقدام المشاكل اللي يعيشوها الحكام ماديا ومعنويا والهرسلة وساعات العنف في الملاعب. ويعني اليوم لازم عبد شيفروني، لازم عبد اللي عنده برشا خبرة في الميدان هذا، لازم عبد اللي يكون أنفيت متفقين عليه الناس الكل، وظهر لي بالإجماع اليوم ما فهماش خير من ناجي جويني باش ياخد تران ويبدأ يصلح. حيدر الشارني يقول اختيار موفق، طارق الغديري كيف كيف، سهيل البرادية كيف كيف، هل انه عادل زامول عنده نفس الرأي في هذا؟ اهلا وسهلا عادل زامول، مرحبا. اهلا بيك حيدر، واهلا بتعرق وكل معلم طارق. شبيك شبيك يا عادل، كرس في جد الضحك يا عادل، تخل تضحك ما فهمت شنو الضحك هذا معناها شنو الرمزية نتاعو؟ معناها بالحق معناها الناس كي معناها كي تبارك حاجات كيما هكا حتى حد ما يشك معناها في قيمة
ونزاهة واللي تحب انت فهمني متاع ناجي جويني والكارير معناها متاعو على جميع المستويات. الحاجة انا بتاتر يمكن ما نطرقوهاش الاولاد انه انا فرحان مثلا فرحان اللي بعد ما اللي صار بين وديع الجري وناجي جويني فهمني معناها تم الصلح يظل لي فهمني توا وناجي فهمني ولا يحط يده في يد معناها الناس متاع وديع معناها خطر كي دي وديع دي واصف والناس معناها اللي معاه يظهر لي فهمني معناها سي 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 المومون انه ناجي بوتيتر فهمني سي اون ساتيسفاكسيون اللي هو انه بعد معناها كارير كبيره وبعد معناها اشعاع عالمي واشعاع معناها في الفيفا واشعاع معناها في قطر وخدمة واحد فهمني معناها اليوم يجي يحط يده في يد وصف جليل معناها والناس اللي معاه هذوكم الناس اللي خدمت 12 سنة مع وديع ونعرفوا فهمني كل شيء. أنا والله نفهم تشكر ولا ذمت يا عادل والله خليهم يفهموا شوف ناجي في قطر بالإمكانيات وهكريت قداش معناها لقى صعوبات باش يخرج معناها يمكن 2 و 3 اربيتر فهمني مشاو معناها واحد منهم مشى عبد الله معناها جاسم مشى للكوب دي موند معناها تشوفوا معناها بالامكانيات المهوله لهنا في تونس عندك كاس ما عندك دي زربيت مش خالصين سنين ما عندهمش ايكيبمون ليكيب هي بيدها متاع لي زربيتر اصلا فهمني معاها جايين عادل فقط حتى ننظموا شويه الديبا نتاعنا نحبوا نخرجوا بنتيجه باهيه ونحبوا نوصلوا الحاجه على الاقل نبداو الكل نتقاسموها ونشتركوا فيها. اليوم الناس اللي كانت تشتغل تمت اقالتها ولا استقالت ساعه استقالوا عواز الطرابلسي ماجد رحومه الكردي مراد حمزه وريزا فهمي معناها الناس الكل فهمني خرجت راهي توا معناها هذه الاخر استقالوا ولا استقالوا استقالوا شوف باش يوريك معناها لانغراتيتود يا حيدر لانغراتيتود نتاع المكتب الجامعي هذا انك معناها الناس خدمت معاك ما كلفتش روحك حتى انه تقول لهم سامحونا الاولاد نجموا تمشيوا عندي ايكيب اخرى فهمني معناها باش تخدم لا جابوا ناجي وناجي جايب أبارامو معاه معناها يونيكيب اللي هي باش تخدم وربي يوفقهم معناها ما نقولش سسون دي كومبيتون معناها الناس هدوما لكن فيهم واحد ولا اثنين معناها اثنين نجم نقول اثنين فهمني من الناس اللي أنا واحد من الناس معناها فهم يوسف السرايري محمد بن حسين لا ويوسف السرايري هو السبب متاع اللي توا قاعدين نلعبوا فيه فهمني في الماتش متاع البلاي أوف والبلاي أوت وقت اللي قلب ماتش متاع القروان وسي ابي هذيك خليها ابار اليوم فهمني مش نجمو فقط يا عادل ما نحبش ما نحبش نعرف يا عادل وراك كي تكون معانا في حوار كيما هكا باش نستفيدوا من معرفتك وكذا لكن الحقيقه انا ما نحبش نقيموا كارير ملاعبي ولا مسؤول المدرب على غلطه لانه الناس الكل تغلط ما نجموش نقيموا تخيل وديع اختار 6 سنوات هذه البلاي اوف من افضل الحكام اللي تعديوا في السنوات الاخيره يا عادل يا حيدر تفضل يا حيدر ما نجموش زاد نقيموا زاد عواز طرابلسي على عام زاد كيف معناها واش عام على خاطر عام على خاطر كان مدير اداره الوطنيه للتحكيم ما كانش هو يعمل في التزينياسيون اللي يعمل قداش عنده موجود في الجمهوريه كانوا جمال طرابلسي سنين معناها واضحين فهمت بون قلت لك هاني قلت لك انا راهو معناها كاختيار اما اختيار يلزم يكون بعد شهر انا اللي تمنيته على خاطر ناجي رانا انا وناجي راهو مش طارق معناها يحكي لك يعرفوا البارح انا وناجي عندنا 30 سنه لا لا انا ما عرفش البارح رانا اصحاب تاش معناها اصحاب وعائله عادل تاكد اني باش نكون اول انسان معناتها ينقدك يغلط كيما البارح كيما اليوم كيما تعرفي انت بالقدام قدام انا وقت اللي نحكي مش على خاطر التصريح عمله معايا البارح واضطر الناس هذوما الاستقاله باش يكون معناتها عرفت البارح انا اللي نحكي هكا راني بمحبه وغيره على ناجي شويني ما نحبوش يتشلك كيما سمني صار مع عواز ومع غيره على خاطر هذوما ناس غدارة هذوما ناس غدروا صاحبهم اللي هو وديع فهمت معناها إذا كان هما كلام كبير هذا عادل كلام كبير شنو معناها فصل إذا كل حاجة ساعة باش هذه نحطوها زادة أون فاكتور أنا راني ما نقولش باتصال مع سيد الوزير معناها وزير الرياضة
أنه يفند ويكذب كل ادعاء اللي قاعدين يخرجوا فيه أتور ومعناها من كل بلاصة أنه الوزير ولا الحكومة هي اللي قاعدة دعم في ناجي جويني ولا غيره ولا هالبيرو فيدرال هذا راهو ما فماش من ما قال حتى حد من المشهود ليهم ما أنت بصحة معلوماتهم أنه الوزير وراء ناجي جويني ممكن يكون وراء ناس أخرين يعاد زامول ربي انتفقوا فقط على قاعدة صغيرة معك يحكي واحد ما نتكلموش فوق بعضنا الناس ما تفهم شيء وتزابي وتخلينا نحكي واحد شكون نخر طارق قاعد يتكلم معاك عدول صباح خير أهلا صباح خير بابا صباح خير رسمي صباح خير توا تسأل شكون يتكلم معاك اسمعني عادل اسمعني اللي يقول انه الوزير ورانا جيجويني اول حاجة معناتها انا ما ريتش معناتها ناس مشهود ليهم صحة اخبارهم قالوا انه الوزير ورانا جيجويني ممكن الوزير يكون وراء ناس اخرى معناتها في المشهد الجديد ولكن مش ناجي جويني اول حاجة ثاني اسمعني عادل اخي رسمي باسم الوزارة يا عادل اسمعني لحظة برك لا هذه حاجة اللي كي نعرفها نقولها اسمعني عادل في هذه برك اسمعني باش نكونوا فهمني معناها نعرفوا خلي طارق عادل اسمعني في الموضوع هذا الساعة انت قلت ناجي جويني مش طارق عارفه البارح اول حاجة طارق غديري معناتها ما نحبش انا نحكي يولي مسألة شخصية ما عرفش ناجي جويني البارح اول حاجة انا شنو عملت البارح عملت وخذيت منه تصريح اول تصريح اللي حكاه معناتها على مشروع جديد في التخليل يتكلم يا عادل الحاجه الوحيده اللي عملت عادل ناجي جويني نعرفه ملي كان حكم ما نعرفوش وقت البارح فهمت خليت منه تصريح البارح مهمتي كصحفي اني ناخذ تصريح من انسان جاي جديد في المشهد الجديد تاع كره القدم التونسي فهمت والتصريح موجود كونه معناتها اني ناخذ التصريح هذا راه ما ينزهوش ولا ما يمنعوش من النقد كيف وكيف غيره نعرفك باش تعلمني فيك طارق خلينا نخرجوا من المساله هذيا نمشيو تو للمهام نمشيو للمهام يا عاد انا امنيتي خليني هاني جاي للاماني نتاعك يا عاد نعرف عندك ياسر اماني وامنيات وان شاء الله ربي يحققهم لك الكل اليوم ساعة فقط غنقولوا المعلومات ناجي جويني اختار في الليكيب نتاعو يوسف سرايري اللي الحقيقة خلى انطباع جيد على الاقل راهي وفما محمد بن حسان اللي زاد اربيتر نظيف واربيتر نزيه وفي كارير الكل ما تشكيتش الناس من سوء نية يمكن الاغلاط وهذا يصير لكن سوء نية هذا الفريق مبدئيا باش يكون معاه لا عاد ما زلت عاد انت ما تعرفش شكون الاخرين زيدني عاد انت وانت الخبير عاد نصر الله الجوادي اللي انا نمن بيه معناها وديما نقول هذاك فهمني مستقبل معناها التسيير معناها في التحكيم في تونس فما واحد اخر يا حيدر معناها اذا كان هذاك ناجي انت ذوقك معناها بالحق تدخل هذا معاه اللي هو موجود راه هو شكو. موجود فؤاد حمريت فهمني اللي معناها سرتمو ما كان يتخبى وراء الشجره في الواحد في التيست كوبر معناها شنو تخبر الشجره في التيست كوبر هكا معناها ناجي لحظه يا عاد راك تقول لنا في حاجات تفهم فيهم كان انت يا عاد اي معناها شنو معناها يتخبى وراء الشجره في راهم سيئ فاتهم الركب بعاد برشا يا ولدي اش معناها يتخبى وراء الشجره اش معناها فهمت وقت اللي احنا بديو ندورو كل واحد في التيست كوبر فهمني يتخبى وراء الشجره باش يربح زوج دورات فهموا العباد هو الامتحان اختبار بدني المحلي اللي جاب حكام التونسي 12 دقيقة جري وتور جيران ما يعرفش يجري ولا ما يحبش يجري ما بالك يعرف يخمم عنده أفكار للتحكيم ربما وقل له صاحبه يلزم يزيدوا حجرتين يزيدوا دورتين ما كانش وحده ما يجزمش كي يتخبوا وراء شجرة يعني صاحبه اللي وراك معنا عنا جيج مع الاربيتر يبدأ يغلف له ويطرزه صاحبه اللي وراه يزيدوا دورتين ما يجزمش يتخبوا ويخرج عندك انت عندك تحفظ فقط على اسم من كل بالحق زوز اسامي اما مش مشكل اجي نقول لك وقت اللي يكون ناجي جويني معناها كي شابو تو فهمني ما فما حتى مشكل وقت اللي تكون لو كيما اي سان اما انك تكون مع ايكيب كيما هذه اللي موجوده اللي ما زلت لها كان شهر فهمني هوني نخاف على ناجي جويني وعلى سمعته اللي ناكد لك حاجه اخرى اللي الناس اللي تعرف ناجي جويني الكبار بالحق اللي اتصلوا بيا يقولوا لي اوني ديسو كيفاش ناجي يحط يده مع ليكيب هذه انا في الاخر انا شو نقول انا ناجي اي معناه شنو يعمل معناه بصراحه عادل يعني كله براس عزيز زيد خمم مع الناس هذيا على خاطر راهو عندك اسم كبير برشا وما يلزموش يتمس وما يلزموش يتيح فمني في الجو العفن اللي موجود في الكرة متاعنا اما
بالنسبه للاخرين اللي بالنسبه لي انا اوبيان هما غدروا وديع. انا نتمنى وديع فهمني بعد 12 سنه خدمه معاهم ويظهر لي كي خدموا معاه يظهر لي اذا كان اي حاجه تتوجه تهمه الوديع راهو حتى هما. نتمنى زاد انا وديع كي هما غدروه هكا يا خويا ما يخليهمش يهزها وحده. باهي الامنيات نتاعك شريره عادل شريره الامنيات نتاعك على خاطر انا ما نحبش اسمع البرنسيب يا حيدر نتاعي ما نحبش الغدره نحب كي نحارب عبد نحاربه وهو واقف على ساقيه عمري ما في التراك عمري ديما انا فاسفات فاسفات مع الناس الكل ومتربيين ونحب وفهمني معناها كي واضح واضح عادل هي يزينا من الفكره هذه صاي وصلت انا نحكي لك هكا بجوارحي يا حيدر ما نحبش ناجي الجويني يتشلك انا هذا شو نحب ناجي الجويني والفريق نتاعو اليوم تواجههم صعوبات كبيره طارق سنوات وتراكمات معناها تراكمات السنين للتحكيم التونسي اللي معناها على مرأة وما اسمع ولينا حتى قبل المنظومه اللي كانت الاخيره من سنوات تقريبا عقود من الزمن التحكيم التونسي معلومة للتاريخ باش يعرفوها الناس راهو صحيح ناجي الجويني كان على خلاف معلن في وسائل الإعلام مع وديع جريد لرئيس الجامعة الحالي أو السابق مع التوصيف القانوني ما عرفش كيفاش ولكن في أول المنظام تاعو وديع جريد أول ما شد في 2012 واتصل بناجي الجويني وتعرض عليه أنه يشرف على قطاع التحكيم وما صارش تفاهم بيناتهم. هذه معلومة معناتها المزايك نسوقوها معناتها بكل تأكيد. تبقينا معناتها الشانتي اللي قدامنا الجويني شانتي كبير برشا برشا الحقيقة. في تقديرك أنت شنو المشاكل الأساسية اليوم؟ نسمع معك حيدر. هي يقعد معنا عادل أكبر مشكلة هي المستحقات الحكام لأنه تنجمش طلب الحكام أنهم يخدموا وهما ما يخدوش في مستحقات تكافئ صعوبة العمل نتاعهم. لازم نراجع مراجعة جذرية مستحقات الحكم التونسي صحيح ما ممكن الإمكانيات معناتها فيها وفيها وعليها ولكن أعتقد بالموارد نتاع الجامعة التونسية اللي قاعد تحقق فيه مش كان في السنوات اللي فاتت. أنا أعتقد أنه التأهل لكأس العالم الجاي وإلا المشاركة في كأس أفريقيا الأخرانية ديما تجيب موارد جديدة لازم نخصوا منها نسبة كبيرة للحكام باش نضمنوا نزاهتهم واستقلاليتهم. بالضبط سهيل الحكم يقعد معنا عاد الحكم التونسي معناها البرة يقول لك معناها حكم صناعي متكون بالكدا فيزيكمون إلي بيان وقت اللي زفر البرة يتحرر من الضغوط ومن القيود ومن المشاكل والمساومات ويعطي في أغلب الأحيان مردود به. لكن هنا فما عقلية زرعت وتوارثت إنه الحكم التونسي غير نزيه وللأسف لأنه نعرف برشا حكام نزهاء مشيوا في الموجة تحطوا الكل فرد سلة وتحسب بعضهم هذا الكل لأنه للأسف حتى لو كان واحد بركة يكون سامحوني في الكلمة فاسد فإنه القطاع الكل يوصف ما يوصف به هذا الحكم. هو اليوم عنا تاريخ مع هذا سوائل هي تقيدت للليزاربيتر مش نو اللي خلى الليزاربيتر هكاك هي البريسيون اكستيريور معناتها كي تنحى البريسيون اكستيريور ويوليوا عندهم معناتها خلينا نقولوا بون لا ماجوريتي نقولوا لي ايزون ايتي سومي الشيء والضغط هذا خضعين ولا معناتها دوماج. اما فما ناس اللي تجم تقول لي فما ناس واليوم كي تقول لي تولي راك ضدي يلقى روحه ما يخدمش ما يزفرش واللي هما هوايه ماخذينها قبل كل شيء خاطر كي ترى قيمه الاجور كان يحكي طارق والتجهيزات اللي يخدموا فيها والتكوين اللي قاعدين يكونوا فيه معناتها احنا نطلبوا برشا قيم الحكام وهما قاعدين ياخذوا شويه. اليوم اللي طون باش تجم تبدا تصلح راهو مش نقول لك مش باش تجي تصلح من الفوق راهو من الكبار لا يزم نبداو من الحكام الصغار اللي طالعين في كاريرك صارت حاجات تنجم تذكرها فما في موضوع انه حكم اي فوالا كلنا نعرفوا فما تتراح مثلا قبل ولا يقول لك اربيتر يزي كلم اصحابك ولا نقص من حس لا امورك بريق ولا اغزل صار معك حاجه كيما سير لا نجم تسمي لك لا الفريق لا شنو الوضعيه ولكن تصير تصير ما نعرفش يجي قدامك جوار ولا اليان مع تقبل راه ساعات راه كلمه بالكلمه احنا والاربيتر اجره لي جوار انترناسيونو تنجم تبيرمي باش تقول له كلمه بكلمه في يجي طفل صغير ولا حاجه طالع صغير في فريق اخر ولا ماهوش ما عندوش ستاتشي معناتها نتاع الجوار الكبير هكا اللي عنده ولا حاجه تسمع الجوار الكبير ولا كيفاش يقول له ما يقول له الاربيتر ما يجم يعمل له شيء يجي جوار صغير يقول له هكا يقول لك مسيو الاربيتر يعطي لي هو سفره مسكين فهمت يعني يدخل زاده في الشخصيه يعني في الكاريزما فهمت صحيح يعني انت قعد على روحك انا راني دونك ان شاء الله نشوفوا موند ميور خاطر كل شيء ما باش تتصلح كره القدم التونسيه الا لما التحكيم يولي نزيه ويعرف
يهز الماتشوات نتاعو وين لازم يهزهم. وحاجه اخرى انا نقولها لازم يجيونا زاده ديزربيتر اللي يفالوريز اللاعب الفيريل اللاعب الرجولي باش تتحسن كورتنا ومش تمس ولا تمسح عليه باسكيت يزف فوت ما نجموش نقدموا راه باه. عادل شنو صعوبات اليوم وحاول اختصر عادل ما عادش عندنا وقت صعوبات في نقاط والحلول في نقاط هاي تفضل كتر بوان. اشوف الجمعه الجايه يبدا البلاي اوف ومن بعد يبدا البلاي اوت ومن بعد البلاي اوف وانت عندك نفس الحكام وبعد شهر فما انتخابات. انت كنيجي جويني ولا كلجنه الجمعه الجايه بلاي اوت عادل هكا ولا كنصلح لك صحيح بلاي اوت الجمعه الجايه مش بلاي اوف معناها فريمون انت كيفاش باش تتصرف والجمعيات رد بالك علاش انا قلت لك بعد شهر فما انتخابات نفس الجمعيات مع كل احتراماتي لهم نفس الجمعيات اللي كانت ثم اللي يستفاد وفما اللي يتزر وفما اللي هما بيدهم موجودين. انت اليوم كيفاش تتصرف مع ليزاربيتر هذم مع الجمعيات هذم؟ هلا هما تجيب ليزاربيتر اترونجي كيما وقت اللي بديت في قطر بديت ليزاربيتر اترونجي لازم تخلي اللي عندك وتحميه زاد يا عادل تحميه حماس عليك ضغوطات تكونهم وتضرب عليهم وراك يا ناجي باش تدخل في حرب كبيره نتاع 12 سنة فمني تعرفوها معناها شنو هي 12 سنة جو اي عنده 12 سنه جو تحبهم يقعدوا بعد ما يمشيوش التبات يعطيهم صحك استقالوا اخيرا معناتها هذوما تذكروه اكلي فمني خسرناه تذكروه خسرناه شنو هو يامن العظيم باش تلقى راك معناها صعوبات كبيره ما نتصورش انا كان في شهر وشكون اللي باش يجي من بعد اسكو باش يقبل ناجي جويني اسكو ريت وين انا فهمني معناها مشكلتي غادي مش مشكلتي ناجي جويني نحطه انا حتى في اي حرب فمني ما تخافش معناها إلي كباب لكن خليني كامل معك نكمل معك انت متفائل بينظفرين لانه ما نعرفوش معالم وإحنا المشروع وملامح والمشروع نتاع نيجي جويني لكن متفائل لانه اليوم الاسامي اللي اختارها الاسم اللي جالي نيجي جويني الجو العام متفائل في شهر في ليجيتيم اللي باش تعملوا انت تيمور لازم يجيك نهار وتبدا تصلح فيه يا عادل يا اخي فما نهار باش يجي وتصلح تبداها انت كناجي تبداها على قاعده وتبداها من اول العام وتبدا تعمل السيليكسيون تاعك كيما عملت قبل تعمل السيليكسيون تاعك واللي يتعدى واللي يتكسر يخرج واحنا ماشيين لين في الاخر بعد عامين تخلق فمني نوايو كبيره نتاع ديزربيتر جون فمني باش نجم نكمل بها تتوقع له النجاح نجي جويني انا نتوقع له باش يتعب انا اما باش ينجح اما باش يتعب برشا باش يتعب برشا يعطيك صحة قداش متفائل شكرا يعني شكرا شكرا عادل زامولي يعطيك صحة عادل على وهي رأيك في الأخر بالكل ومن وحي من وحي تجربتك ينجح بالفنسانك بورسون من وحي تجربتك هذا يا شكرا يا عادل زامولي يعطيك صحة نيخم معكم تعليق أخير على هذا ثم تعبد ينجح يعني بالرشا. أنا حاجة بركة نقولها كي قبل اليوم بش يدخل ما فماش مكتب جامعة يعني هذم بش يكملوا باساسيون وكان بش يترشحوا ولا ما يترشحوش ومعناتها هو كيما ترى البريزيدون الحالي السابق يعني هو كي دخل نجي جويني دخل بش يخدم الاربيتراج انديبوندامون انا مع شكون بش نتعامل ولا كيفاش نتعامل. انا جيت درو كيما نقولوا رابيلا لوردر عيطت لي القطاع اللي انا خدمت فيه وكبرت فيه وتربيت نجم نفيد فيه علاش لا ما نجيش وظهر لي مع العوام اللي عملهم اكسبيريونس في قطر يحب ظهر لي يقرب لعائلته لبلاده ويكون قريب دونك علاش ليه ما يفيدناش بالاكسبيريونس تاعو. فما حاجه اخرى مهمه ياسر طارق وسوايل ما تكلمناش فيها رصيد المسؤولين نتاع الانديه دورهم رئيسي في الاصلاح بالأساسي. ولا في فشل الاصلاح بالأساسي. معناها راهو بربي خلي معناها راهو المشكل انك نتحدث على الجمهور نعرف اللي 80% من الجمهور معناها للاسف هذه حقيقتنا معناها ساهل انه يتوجه وساهل انك تاثر فيه ويخرج مسؤول يتبكى يتبعوه الناس الكل الناس ما تعرفش الحقائق ما تعرفش يصير كل المسؤولين عندهم قوائم في اللي ساهل يكلموا في اللي صعيب في اللي ما يحبوش في اللي خدم معها قبل معناها كان باش نكملوا هكا مش بتصلح حتى شيء معناها المسؤولين نتاع الجمعيات اليوم هما بيدهم راه لازمهم ثوره معناها لازمها تتبدل معناها العقليه على الاقل كمش الاشخاص معناها راهو كان مش ندخلوا في منطق ونقعدوا في منطق هذا نتاعنا وهذا مش نتاعنا راه مش باش تصلح حتى شيء اللي ما تحبوش روحك ما تحبوش الغير بالضبط او نجي جوينا في تصريحه البارح قال طلبت من نواصف جليل التزام مكتوب بصلاحيات كامله
وهذا راه معناته يحملوا مسؤولين الجويني اكثر من يحمل حتى المكتب الجامعي. معناته هو يحب يخدم وحده منفصل، يحب مسؤول على مشروع دو اجس كزيد ويكون معاه هذا هو تبقينا ينجح ولا تشوف الوضع كما قلت انت رؤساء الانديه والمسؤولين معناته كيفاش هما يتداخلوا في المساله نتاع التحكيم، الحكام بيدهم معناته الفرجيليتي نتاعهم، الارث نتاع المنظومه هذه والمنظومه اللي قبلها والمنظومه اللي قبلها، الحقيقه ربي يعينهم معناته. انا الحقيقه ما نجمش نقول باش ينجح ولا ما ينجحش، شانتي كبير برشا بالضبط. خلينا مازال لنا 4 5 دقائق نكملوا مع منتخب جنوب افريقيا. الناس كل تحدثت على فشل المغرب، لكن نسينا انه فما نجاح المنتخب تقريبا اغلب نجومه من القاره وينشطوا داخل القاره، لا عندهم لاعبيه لا في تشيلسي لا في ليفربول لا في بي اس جي لا في ريال مدريد. منتخب جنوب افريقيا هل هو مثال جديد للمنتخبات؟ هذا سؤالنا بعد لحظات. ريكاب سبور حيدر الشرني، ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعه من 6:30 ل 7 تاع العشيه. جنوب افريقيا فقط معلومة على طائر، اللي هو البلد الافريقي الوحيد اللي عنده 8 ملاعب معتمدة من الكاف. معناها كان نعملوا مقارنة صغيرة، مو جلد ذات وتغرموا بها توانسة جلد ذات على الاخر، حبوها في المدة الاخر الكلمة هذه، ما هوش معناها اللي نحن دايرين على رواحنا، لكن فقط هو كونستا تقييم للوضع. جنوب افريقيا عنده 8 ملاعب أمولوجي من الاتحاد الافريقي لكرة قدم، معتمدة من الاتحاد الافريقي لكرة قدم. تونس ملعب وحيد وبطرق مؤقتة وطرق ملتوية، وبربي وسيبني وماني خوك، وعنا ملعب واحد وكذا باش عطاونا معناها الورقة يلعب ميسالش في رادس. دونك من هنا تبدأ القصة طارق. أول حاجة من هنا لازم كي نجيو نقارنوا لازم نبداو كي المثال اللي ذكرته حيدر، وثانيا راهو جنوب افريقيا انا ما اعتبرش مفاجاه كبيره برشا، رغم اللي هي من المنتخب منطلق من بطوله محليه في 10 من سان داونز، فيه 2 فقط من وما يلعبوش من بطوله اوروبيه اللي هي القسم الثاني البرتغالي سيسولي من تونديلا في البرتغال، وميهالي من ليماسول في قبرص، يعني واصلا ما يلعبوش غير مصنف في الحقيقه وهما ما يلعبوش معناتها في تشكيله المنتخب جنوب افريقيا. جنوب افريقيا هو جلاد المنتخبات العربيه، راه مش جديده، عام 2019 خرج مصر معناتها في بلادها من ثم النهائي والدوره هذه، خرج تونس من الدور الاول وخرج المغرب من ثم النهائي. الحقيقه منتخب معناتها يعتمد اساسا على فريق سان داونز، 10 ملاعبيه يلعبوا منهم 8 اساسيين، وراوا انه التناغم معناتها مش بالضروره، معناتها فكرنا بتجربه مصر وقت هز القابه في جره بعضها الاهلي، معناتها العمود الفقري نتاعهم الاهلي. تجربه المنتخب المصري قاعده تتكرر مع جنوب افريقيا سويل، تجم تقول بتبيعها حيدر ساعه ما تبش تناول الموضوع من اللي بديت انت التيرانات وجنوب افريقيا ساعه الاوربانيزاسيون، تجهيزات رياضيه، توجه الدوله معناتها باراده سياسيه ودوله غنيه زاده باش نكون واضحين اكزاكتومون، معناتها باراده سياسيه لازم تكون في صبغة مع الرياضية، هذا يخص عديد المجالات، الرجبي عندهم فريق عالمي، دونك الكورة والميادين ومستوى البطولة اللي فيها الأغلبية الساحقة معناتها لاعبين محليين، فرق كيما كابتاون وكيما كايزر شيفس وشورتو معناتها أورلاندو بايرتس وسان داونز اللي هو معناتها المتصدر العرش الأفريقي اليوم، خلاو المنتخب يكون نواه نتاعو مبنيه من فريق محلي متناغم مع مدرب لعب برشا كوره ومحنك و30 سنه تدريب، وكي جابوه حصل على كاس افريقيا مع الكاميرون في نسخه 2017، خلات معناتها فوالا هوغو بروس، خلات اللي المنتخب تكون مليح تحضر مليح، دخلوا ايشيونس، فما حتى ليكزامبل تاسبانيا قبل برشلونه والريال بينير هيك اللي هز الدون. خلي لي فقط 20 ثانيه باش نسالك سؤال مهم انت وطارق. اي معقول. المعلومات مهمه ياسر سؤال يعطيك صحه، معناتها هذا شنو اللي نقولوا نجم تلقى. نجم ننقلوا التجربه ذي لتونس في 10 ثواني طارق؟ في الوقت الحالي مستحيل سؤال. انا اقول نجمو لو كون فو اون بو، اما ابدا علاش مستحيل وعلاش نجمو طارق؟ مستحيل ما عندناش امكانيات ماديه، ما عندناش انفراستركتور، ما في كل هذا، ما عندناش المقومات باش تبدا منهم الحقيقة. والدوله غايبه والدوله مش قايمه بواجب. انا نقول نجمو باراده سياسيه فولونتي ديتا، معناتها لازم تكون موجوده وبيدجي موجود باش نجمو نقدموا فيه شيء، نكملوا فيه الموضوع هذا مره اخرى لانه مهم جدا. شكرا لكم طارق الغدير يعطيك صحه شوي بالراديا، شكرا لسيد عادل زهمول كان معنا على امتداد ريكاب سبور اليوم، زياد في الاخراج، نسيم في الاخراج الرقمي. موعدنا غدوه كالعاده 6:30 ديما على اذاعه الاولى في تونس موزعيكه فما